يقول: كما تعلمون ما يحدث في الحرم من اختلاط الرجال والنساء وأيضا تقديم صفوف النساء على الرجال، نرجو إعطاء توجيهاتكم في ذلك وتشديد النصح، بارك الله فيكم. يا إخوان، مسألة الحرم مسألة ضرورة، كثرة الناس وازدحام الناس ما يمكن إنه ما أن النساء تمنع منعا باتا من المرور أو من المقاربة للرجال بسبب الزحام الشديد. الإنسان يخاف على نفسه من الزحام، شدة الزحام، هذه حالة ضرورة. ومع هذا المسؤولون جزاهم الله خيرا يحاولون فصل النساء ما استطاعوا في الصلاة، يضعون لهن أماكن محجوزة للصلاة، ويجعلون لهن أبواب خاصة، ويجعلون لهم طرقات خاصة، فهم يحاولون. لكن هناك أشياء لا يمكن الفصل فيها، حتى في المطاف وقت السعة يجعلون فاصل بين النساء والرجال، ويجعلون ناس قائمين في المطاف، لكن إذا اشتد الزحام ما يمكنهم هذا. إذا اشتد الزحام ما يمكنهم أنهم يفصلون بين الرجال والنساء، هذه حالة ضرورة. نعم.